مساء الرضا، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم الفيديو حقنا غير، اليوم الفيديو باخذكم معايا مكان أحقق فيه حلمي وأمنيتي من عمري 16 سنة، تحققت الحمد لله وسبحان الله. اللي كنت أقول عليه مستحيل وأكلم أمي وجدتي الله يرحمهم إنه مستحيل يعني يحصل، لكن المستحيل إذا ربي كاتبه كن فيكون، والمستحيل أصبح حقيقة الحمد لله والشكر لله. طبعاً أني يعني لو أقول لكم أني كنت أبداً يعني خلاص حاطة أنه أبداً مش مستحيل يعني، لكن لما ربي كاتب لكم الشيء وعارف إيش بنيتكم وقلبكم سبحان الله، اللي ربي يعني يعوضكم في بأشياء كثيرة كل خير لكم تروح، لكن ربي بعدين يعوضكم بالأحسن لله الحمد. دائماً ثقتنا بالله تكون كبيرة. اليوم رحت معرض طبعاً وقابلت فيه يعني أمنية حياتي وحلمي الشيف منال العالم، سلمت عليها وحضنته ومسكت بيدي وتصورت معاها وشفته وهي تطبخ زي الحلم، بجد إن هذه الشيف نبع لكل الشيفات، نبع للطبخ، هي المنبع. شفتوا ما يكون الأساس؟ هذه الشيف منال العالم بجد من أفضل الشيفات والله في العالم كله. طبعا نصحتني وخلالي استمري وهي فخورة فيني وتتابعني، وكمان تحب اليمنيين وتسلم على كل متابعيني، وشهادة الشيف منال وسام على صدري من أحسن الشهادات اللي سمعتها ولقيتها، يعني شيء فعلا يرفع الرأس لله الحمد. أكيد أكيد ما بنساكمش، أنتم الخير والبركة سبحان الله اللي يجمعنا دائما ويخلينا احنا على قلب ورب دائما، وكده نتقدم مع بعض، كده قناتنا تكبر وكل المتابعين الجدد والقدام. أني أحبكم كثير كثير ودائما منورين القناة عندي وبس. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس الإشعارات ولايك وكومنتس. حلو منكم وشوفوا الفيديو الآخر شيء. حمروا التمر خلوا التمر The rice is being served here, the plating is done and believe me my heart is totally pumping at the moment looking at the kunafa in particular. I just can't wait to have that first bite. Thank you. Chef, عزيزتي ست هدى شكرا كتير كتير على هذا الجفت الجميل، ما شاء الله ما شاء الله. مش قلت لك انت مميزة؟ حبي لليمن حبي لليمن يا حياتي يا حبيبة قلبي، تسلميلي تسلميلي، شكرا شكرا يا روحي. يعني شو بدي اقول لك شو بدي اقول لك، واو واو، شوفوا يا ناس شوفوا الجمال، حبيبتي تسلميلي، شوفوا واو، بصراحة بصراحة شيء جميل شيء جميل. شكرا يا روحي، يعني انتي علمتينا اصول الطبخ اليمني وهيك بتكرمينا كمان بالهدايا الجميلة، ما شاء الله ما شاء الله. شف الجميلة هدى، شكرا يا حبيبتي شكرا، شوفك ان شاء الله على خير، وشكرا على انك زرتيني في المعرض. تحياتي لكل متابعيني واحبائي، شكرا